يشرفني أن حظيت باستقبال من رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون. أكدت له بالمناسبة على عمق روابط الصداقة التي تجمع الجزائر وكرواتيا، وعبرت عن إرادتنا لتعميق التعاون على الصعيدين السياسي والاقتصادي. إن الاستقرار الذي تعيشه الجزائر عامل محفز لتعزيز الشراكات، لا سيما الدور الذي نثمنه بدورنا في جهودها الرائدة لإحلال السلم في المنطقة. نأمل في أن تفتح هذه الزيارة التي تكتسي لدى كرواتيا أهمية كبيرة في أن تفتح فرصا جديدة ما بين البلدين وآفاقا لزيارات متبادلة عالية المستوى.